إحساننا الجار ليس بالتعرض لفتاة في ليلة بهيجة أمام من يسوى ومن لا يسوى يا أخ سلومة. أنا ما تعرضلاش يا مولانا، أنا فيش بيني وبينها حاجة غير حوار البيت والفلوس اللي أم تلاقي لها إلا الله عارفاه. أنا ما قلتلها هي وأمها قبل ما تتسجن، يا بنت الناس ادفع حصتك في تنكيس أم البيت اللي هيقع على دماغة أم اللي خلفه أمنا، ولا حياة لمن تنادي وفي الآخر هي تصرف على المحل. كنت بتتكلم معاها ليه بقى يا عم الأمور؟ أنت بصفتك إيه؟ هي مش مخطوبة لشحت قدامك؟ ما تيجي تتكلم معايا، ولا انت ما بتتكشفش على رجاله؟ وبعدين لا تغضب، لا تغضب يا اخي سلومه. انت شايفه يا معلم بيقول ايه؟ ما هو ابراهيم كبدكي عنده حق برضك. ما انا لو ليا خطيبه وماشيه في الشارع وجه واحد طور بغل اتعرض لها، لا والله العظيم ده انا اكون واكلاه بسناني ده همك. بس شبان اليومين دول هم اللي خرعيني يا خويا، زي الواد ابني ده ما وراهوش غير الرقص والطبلت والنار، عيالنا رقيق. يعني هما شرحوا لك وعلقوا لك على باب المحل يا موسوكا عشان ابقى جدع؟ ايوه المفروض. طب يلا يلا يا يا جماعه يا جماعه اهدوا اهدوا يا موسوكا، كوني محضر خير، فليكن خيرا او ليصمت، فليكن خيرا او ليه؟ ليصمت. يا عم الشيخ، يا عم الشيخ، ده انا وليه غلبانه ومن كسره وعايشه لوحدي مع خالتي اللي عندها لطف عقبال اللي يستاهله، ولسه خارجه يعني من زنقه وبحاول اقف على رجلي، اعمل ايه يعني؟ اضرب الارض اطلع 10,000 جنيه ولا يعني اسيب لكم شعري واحط احمر واخضر واشتغل لقاصه؟ اشتغل لقاصه يا عم الشيخ؟ اعوذ بالله يا اخت كوريا، اهزي يعني يا مولانا؟ اعوذ بالله يا اخت كوريا، اعوذ بالله، اعوذ بالله، ومن يرضى لاختي، من يرضى لشريفه من شرفاء المنطقه؟ قم يا اخ سلومه، قم ولا تتكبر على الله، وحب فوق راس جارتك كوريا. احب على راسها ايه يا عم الشيخ؟ تعوزها تعلم عليا؟ انا راجل كسار مال وهدومي، وفي الاخر احب على راسها ده كسر راسها واللي شددولي كمان. ايه ده ده على راسها؟ صلوا على النبي، ايه يا عم ده؟ هذا حكمي، هذا حكم الذي يشبه القضاء في اهلي ولا رد فيه، اما تنفذ واما قسما برافع السماوات بلا عمل. هنشك خطبه جمعه لا تجد كلبا يشتري منك لحم اللحم الحمير تبيعه. جرى ايه يا جزار البهايم انت؟ انت مش عاوز تكبر للراجل المحترم اللي الدنيا كلها بتكبر له، ولا انت عاوز الشيطان يغلوش على دماغك زي ما غلوش على دماغ مراتك البت نوال اللي تنشد بذورها؟ وكتاب الله لو ما كنت تكون تحب على دماغ البت الغلبانه اللي قاعده ده ايه لكون مشرده لك في الحته كلها يا سلومه. ايه رايك بقى؟ احب راسها، فين راسها؟ بصها من بعيد ما تلمسهاش. الحمد لله على السلامة يا روحي. الله يسلمك يا حبيبي. شفتي بقى طول ما انت معايا هتكسب ازاي؟ ما انا معاك اهو، وسبت كل حاجة عشان خاطرك انت. بس مروان اوعى في يوم من الايام تخليني اندم على اللي انا عملته ده. تندمي؟ تندمي ايه يا ورق العنب بنتي؟ انت مع مروان دايما كسبان. السلام عليكم. ازيك يا باشا؟ ازيك يا كوريا؟ انا جايب البضاعة بنفسي. ربنا يخليك يا باشا، تسلم تسلم يا باشا تسلم. ايوه تمام يا باشا. بقول لك يا باشا، ما تنزل لنا في الفلوس بقى شويه والنبي. وانت بتدفعي يا كوريا ليه كده يا باشا؟ انت نسيت الاتفاق اللي بينا ولا ايه؟ ده انت اجدع حاجه فيك موضوع الشوكوك ده. وبعدين يا باشا ده انا عامله لك صيت في الحاره رهيب، ده كل النسوان الحاره عارفينك، ده انا معلقه صورتك هنا في المحل حتى. بص اهي، مفيش وليه بتخش هنا وما بقولهاش ده صاحب الكريمات. خلاص يا كوريا بيعي ونتحاسب بعدين. ماشي يا باشا، ربنا يخليك. السلام عليكم. السلام عليكم. معلش يا مدام، ما كانش قصدي. مدام ايه ومش مدام ايه؟ مش تفتحي. معلش اوعى بنت شيماء، انت هتطفشلنا الزباين واحنا لسه بنقول يا هادي.
معلش يا اختي اصلها لسه جديد، انا اغسله لك بنفسي. اوعى بنت. ايه يا اختي ده؟ انت بتحط على شعرك غيره وانت بتسرحيه؟ بقاله كام سنه ما اتغسلش ده؟ بالراحه يا كوريا، على شعري هيتقطع في ايدك. يوه ملبك، اعمل ايه طيب؟ بتصرخي ليه دلوقت وانا جيت ناحيه عينك؟ ما هو اللي مشبك في بعضه زي سلكه المواعيد. معلش اهو سلك اهو، خلاص سلك. تعالي بقى يا بنت هشيم وكملي، بس ما تجيش بقى ناحيه عينيه، عايزاها تخرج من هنا نضارها 6 على 6. ها حاضر يا اسطى. يلا بصي بقى اختي، ان شعرك شكله مهري من المكوه، لو كونات هيشيط هيشطط كده وطرفه هتقف وتبقى عامله زي اللي حاطه صباعها في الكوبس الكهربي. اعمله لك بلا بابا، انا عايزه اروح، خرجني من هنا، انا مش عايزه اقعد في المستشفى، انا مش عيانه. حاضر حاضر، هنسال الدكتور دلوقتي اذا كان ممكن تروحي ولا لا. انا شايفه انها تفضل هنا شويه احسن، او تروحي اي مكان تغيري فيه جو وتغيري مودك. البيت لا، لو رحتي البيت هيجرى لك حاجه يا هايدي. ازيك يا هايدي؟ ها وصلت لمروان؟ عرفت منه حاجه؟ مروان، مروان هرب، هرب هو ونجوان. ايه؟ وحاول $50 مليون فلوس القرض اللي اخده من البنك باسم هايدي، ضمان شركتها ووصولها وممتلكاتها، حولهم على حساب بره مصر. انت بتقول ايه؟ انت عرفت الكلام ده من ايه؟ عرفت الكلام ده من البنك ومن المطار. البنك بدا ياخد اجراءات علشان يتحفظ على ممتلكات مروان وهايدي. انا جيت عشان اطمن عليكي، بس للاسف لازم امشي بسرعه عشان اتابع بقيه الاجراءات. خلي بالكم منها. خرجني من هنا، خرجني من هنا، انا مش هقعد هنا ولا لحظه. خرجني بقول لك من هنا، عايز اهرب من هنا. حاضر حاضر يروح حالك. ما تنزح يا اختي، انت عماله تترقصينا كده. اللي تنزح من الدنيا انت والعجل بتاعك يا بعيد، لا تكون قرف. جاتك انت 60 قرف يا مسمى تبري منك يا مسترجله يا رد السجون. مش كفايه خالتك المجنونه اللي عماله تنوح لنا ليل ونهار وانت حبسها وسايباها عشان تشتري كروم؟ الله، خلاص هتموتي على ايه ده يا بنت المجنونه؟ لمي لسانك الزفر ده بدل ما اقطعهولك. مالك؟ عاوز امسح السلم من الوساخ ليكي؟ شوفي حاجه؟ جاتك القرف يا عيله كلها مجانين، الواحد يتعامل معاكوا ليه؟ عيلة خلل. بعدين يا نادر هتفضل قاعد كده؟ يا حبيبي انت المفروض تحمد ربنا انه خلصك منها. يا نادر دي في الاول وفي الاخر بنت شغاله، انت كتير عليها قوي. انت استاذ في الجامعه ومحامي دولي، وانت عارف انه في الاخر اصلها الوطي هو اللي هيغلب. مهما تنظف فيها مش هتعرف تغير اصلها. يا نادر يا حبيبي لازم تقوم تشوف شغلك وحياتك. تليفونك بقاله ساعة بيرن، أكيد في حاجة مهمة. طب خلاص، لو أنت مش عايز تشتغل تعال نسافر، أنا هقوم أحضر لك شنطتك وتعال نروح نقضي أسبوع في الساحل الشمالي، نغير جو، نقعد على البحر ونشم هوا وأنت كمان ترتاح. يا حبيبي المحشي استوى، احدف لي صباع في الهوا. يا حبيبي المحشي جميل، احذف لي صباع في النيل. يا حبيبي المحشي كتير، احذف لي صباع وانا اطير. قفشتك يا حرامي. يا لهوي، حرام عليك يا خالتي، قطعتي الخلف. انت حرامي. حرامي حرامي ايه يا خالتي بس؟ حرام عليكي، ده انا كوريا، كوريا بنت اختك العمشه بدريه، احفظها لك ازاي دي بس؟ اخت مين؟ اختك يا خالتي، اختك العمشه بدريه، انا بنتها. انت بنت انت؟ لا اله الا الله، وانا لازم يعني اتقصع لك بالقميص النايلون طول النهار في البيت عشان تقتنعي اني بنت؟ يا خالتي حرام عليكي، ارحمي امي. امك مين بقى؟ لا اله الا الله، ام العمشه بدريه يا خالتي. وانت مين؟
انا ابنها، انا ابن اختك العمشه بدريه. خلاص سيبيني بقى اخلص لك المحشي عشان اشوف حالي. طب اسمع، اما تشوف البنت كوريا تفلي في وشها. حاضر يا خالتي، هتفلك في وشها. الله يكرم اصلك. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. ده فين المذكرات بتاعت قضيه حسين الصياد وملخص الاوراق بتاع الشركه المتحده؟ هو مفيش احساس بالوقت خالص يا دكتور. انا دخلتهم لحضرتك امبارح. دخلتهم لي انا امبارح؟ طب اعمل لي ورقه باللي خلص واللي ما خلص. في حاجه اسمها نظام يا هاني. حاضر يا دكتور. هاتي لي البيل بره ده. هي تحت امرك يا دكتور. اسمع هاني، تسيب كل الاوراق والقضايا اللي في ايدك وتركز لي على القضيه بتاعت مدام هايدي ابو طالب. عايز اعرف كل حاجه بتحصل في القضيه دي، مش عايزك تيجي تقول لي حصل كذا، عايزك تقول لي هيحصل كذا. مفهوم؟ الصوره اللي الواد سوكا صورها لك وسلومه بيبوس راسك قلب الدنيا مترشقه على كل موبايلات المنطقه. وانت مبسوطه كبدك وصوره خطيبتك على موبايلات الشباب؟ موبايلات؟ انت قلتي موبايلات؟ وربنا انت قلتي موبايلات؟ ايه اسمها موبايلات يا هبله؟ ويعني لا مؤاخذه صوره بالمايوه، ده صوره محترمه وانت مهزاه اتخن شنب في المنطقه. إيه انت هتتنطط عليا بعلمك يا اخويا ولا ايه؟ ده انا دبلوم صناعه قسم زغرفه يا تلميذ، وانت بقالك 100 سنه في سنه ثالثه مش عارف تعديها، انت عايزينها تبقى خضر. ويعني اللي اتخرجوا عملوا ايه لا مؤاخذه؟ ها؟ عملوا ايه؟ انا عارفه بقى. يا هيما يا هيما، ما انا قلت لك 100 مره نشوف لك اي واسطه نغمزها بباكوين، يديك حته ارض استصلاح في ايوها صحراء، ونفك بقى من ام الحاره المعفنه اللي احنا عايشين فيها دي. خليكي انت في جو الصحراء والزراعه والطينه اللي انت عايشه فيها دي. يا كوريا، انا ما اتعلمتش في الكليه غير حاجه واحده بس، ان انا زي الزرعه، لو خرجت من منطقتي لازم تسقيني بالفلوس يا اما هدبل واموت. يو بعد الشر عليك يا هيما، ما تقولش كده تاني. انا ليه مين خرج في الدنيا يا راجل؟ ده انت اخويا وابويا وسندي وظهري في الدنيا كلها. ايه يا بنت الحنيه دي؟ يو ما تكسفنيش بقى كبداك يا خلاص. لا والنبي ايه الحنيه دي؟ يو بس يا راجل بقى اتلا يا لهوي. في ايه يا خلاص؟ في انا خطيبك انت هبله؟ هايدي هانم بنتي نجوى نجحت السنه دي وتخرجت من الجامعه، ويعني كانت مكسوفه انها تكلمك انك تشوفي لها شغلنا في شركه والدك بعد ما عرفت خلاص يعني انك هتمسكيها ان شاء الله. يا نهار ابيض يا دادا، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ نجوان دي مش بس صاحبتي، دي اختي وتوأمتي. تشتغل معايا ده ايه؟ دي هتكون معايا خطوه بخطوه في كل حاجه بعملها. الهي يا رب يفرح قلبك ويكبر بخاطري. مفيش حاجه اسمها مش مستريح له يا بابي، مروان ما فيهوش عيب، وبعدين حتى لو في عيوب الدنيا دي كلها، انا بحبه وهو بيحبني وده كفايه بالنسبه لي. يا بنتي ده بيئه. عايزك توعدني بحاجه. انت النهارده ملكة تأمري تطاعي على طول. اوعى في يوم من الايام تخوني ولا تسيبني ولا تجرحني، اوعى تشمت حد فيا. خلاص انا هموت قبل ما اعمل اي حاجه زي دي. هو في حد يقدر يخون العيون الحلوه دي ولا يسيب الضحك الحلو؟ خلاص خلاص يا ابنة. هايدي تعالي يا مجنونة، تعالي بس تعالي. ايه ده تعالي تجننتي. تعالي يب يا بنت السلطان حني على الغلبان، المية في ايديكي وسندس عطشان. يا سلام يا ما نفسي اشرب مية زمزم. يا حبيبتي ربنا يكتبها لك يا خالتي. يا رب يا اختي. ابوك الله يرحمه كان جابها لي في جيركن كده، وكانت ايه تقولي سكر. يا لهوي انت يا لسه فاكره خالتي؟ ده انا كنت صغيره قوي. ودي تتنسي ميه زمزم يا بنتي؟ على قولي كنا يا خالتي. يا تسمي سونا
ازاي يحصل كل ده وما تطلبنيش؟ هو انت مش عمي؟ وهايدي دي مش بنت عمي؟ انا حزين منك يا عمي. خلاص بقى مش وجع دماغ دلوقتي، مش فاضيين الحاجات دي. خلاص يا سيدي نو بروبلم، مفيش مشاكل. الف سلام عليك يا هايدي، الف الف سلام عليك. ما تقلقيش من اي حاجه وما تحمليش هم حاجه طول ما انا موجود. دادا اعملي لها حاجه تشربها. ما تعمليش حاجه، انا مش عايزه حاجه من الست دي، مشوها من قدامي، مش عايزه منها حاجه. والله انا ماليه ذنب يا بنتي. طب والله العظيم، والله العظيم انت بنتي زيها واكتر كمان. انا ما اعرفش ولا عايزه اعرف انا حاجه من اصل. انا مالها انا البطن اللي خلفت واحده بتعض الايد اللي اتمدت لها. انا مش قادره اسمع صوتها، مش قادره اشوف خلقتها. بقول لكم مشوها من قدامي حالا. خلاص خلاص خلاص. انصاف بص انصاف، خدي يا بنتي خدي دول ها وروحي انت دلوقتي، لما تروق هي حناديل. طب خيرك يا بيه. تعالي يا دادا، تعالي افتح الباب يا انتصار. بس حبيبتي بس بقى بس بقى. الله وانت صباح الخير. انا صباح الخير. انا مكتب النائب العام بيحقق في البلاغ المتقدم من البنك ضد هايدي ومروان. ده معناه ان بكره الصبح هيطلع قرار بمنعك من السفر يا هايدي. هايدي لازم تسيب مصر فورا. اسيب مصر يعني ايه؟ ومين قال ان انا عايزه اسافر؟ هسافر ليه يعني؟ سافر ازاي وهي في الحاله دي؟ ازاي يعني؟ ده الحل الوحيد اللي قدامنا. انا كلمت مصر الطيران وحجزت لك على الطياره اللي رايحه لبنان كمان 3 ساعات، ومن هناك هتروحي على لندن. هايدي ده الحل الوحيد، زي ما بقول لك هتسافري يعني هتسافري، مفيش وقت للحزن. الحقني يا هيما، الحقني يا سوكا، مش لاقيه خالتي. ايه في ايه؟ عربيه نقل كبيره محمله زلط ولا ايه؟ ما تفهم، عدت في الحاره. ايوه لسه شايفها دلوقتي. الله يخرب بيوتهم، هزوا البيت هزه جامده. ابو الولاد الحرام قالوا زلزال، خلوا الولاد ناس اتجرت مش عارفه في الشارع، بقالي ساعتين بدور عليها مش لاقياها، قلبت عليها المنطقه حته حته. خلاص استهدي بالله، انا هقلب لك عليها الدنيا. تعالي يلا تعالي تعالى سوكا، خدوني معاكم يا ولاد الحلال. ست كبيرة زيا لابسة جلابية سودا وحافية اسمها الحاجة سندس، مريضة عقليا، اللي لاقيها يوديها للأخت كوريا في حارة الكرامة والأجر والثواب عند الله. يا ولاد الحلال ست زيا بقالنا يجي 3 ساعات بندور عليها، ده احنا لابسين الحرج 10 مرات. انا حاسه ان انا مش هلاقيها. ده هنلاقي ايه ده بس اللي حط على دماغي يا رب؟ تلاقيش يا كوريا، يعني هي تعرف حاجه بره المنطقه هنلاقيها؟ يعني هي بتعرف جوه المنطقه ما تعرف بالله يا هيما. معلش معلش هنلاقيها ان شاء الله، احنا طالق وراها العيال كلها. ما تقلقش، قلت لك يا خال، قلت لك ما تشيلنيش فوق هم، كنت كنت عايز تخلص وخلاص. وحبيبي واسمها الحاجه سندس مريضه عقليا يوه، وده وقته يا هيما. يا بنت بواسيكي في ايه؟ في حارة الكرامة. اشوف اتصل ولا لسه؟ الاجر والثواب عند الله. قول قول بدل ما انت ساكت كده. هقول ايه بس؟ قلبي وجعني عليها. كنت زعلانة يا خالتي اني بحبسك في البيت. اديني سبت لك الباب مفتوح. شفتي عملت فيا وفي نفسك ايه؟ هوني عليك يا اخت كوريا. ربما تكون تاهت منك مش عارفة تراعيها هتأنبها ولا ايه؟ استغفر الله يا اخ ابراهيم. ولكنها ما زالت تعيش فوق أرض وتحت سماء خالقها اللي بيرعاها وبيرعاكي، مش هتتوه منه؟ لا أرض الله واسعة يا شيخ، ممكن تتوه عادي. يا ظبطي خلاص اهدى يا كوريا، اهدي ما تقلقيش، أنا مش عايزك تقلقي. أنا طالق وراها كل العيال من كل المناطق اللي حوالينا، إن شاء الله هيلاقوها. إيه كوريا، أنا جات لي فكراية. أنت تديني صورة خالتك والتليفون بتاعك وصورهم 500 صورة ورزقهم على كل الأتوبيسات والمحلات، واللي يلاقيها نبردهيه. هتحط رقم التليفون على الاوتوبيس. اللي سمعته ده يا كوريا معقوله؟ الست الكبيره اضيع منك قد ايه؟ الامانه اللي انا شايلها في رقبتك انا وامك اتهمليها قد ايه يا بنت الناس؟ بقول لك ايه خير، فكك متجوز ابي الجبل ده دلوقتي خالص. انا همي قد المقطه، فين اللي مكفين؟ ثم انت فين من ساعه ما كلمتك؟ وانت كنت استعنتنا؟ ما انت من ساعه ما رميت لي وانت مطفي دماغك. خلاص يا بيت، خلاص يا بيت يا كوريا، عيب استهدي، خدي لك بقي شاي وهدي اعصابك كده. هو ما تكلميش خالك بالشكل ده، ده راجل محترم بردك وكبيركم. هعمل ايه يا بنت الناس؟ انا اللي فيا مكفيني، في هم فوق دماغي اروح ادور عليها. ربنا اللي عطرنا بيها في الدنيا قبل الجنه. سلام. وربنا ذئاب الجبل. كوريا مفتاح المحل يا بنت الحلال، وكل عيش. سيبك وهي في معية الله، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. أكل عيش إيه ومحل إيه اللي أفتحه بس؟ يا جدعان دي في رقبتي. ده اللي بيبقى عايش مع حيوان لو حصل له حاجة بيزعل عليه. دي مهما كان خالتي برضه. عندها حق يا ولاد، الله، ما هو اللي عايش أهو عايش بياكل وبيشرب وينام، واللي ميت أهو بندفنه ونزعل عليه شوية ونقول خلاص الحي أبقى من الميت، لكن اللي تايه عقله بقى
ده نعمل له ايه يعني؟ نحزن عليه ولا نعمل فيه ايه؟ والولية غلبانة يا ناس، عقلها مش فيها، ما بتعرفش السما من العمى خالص. ايه يا كوريا؟ سمعتهم يا اختي بيقولوا في الميكروفون ان خالتك تاهت، لما تعطري عليها ما تبقيش تحبسيها وتسيبيها تعيط ورا الباب لحسن، والله قلبي بيتقطع عليها. مش هبت من هنا، غوري من هنا احسن، وتربت امي افرج عليك امي تلاقيها. الله، هو انا غلطانه يعني اني بقولك يا رب تلاقيها؟ دي سندس دي ليها الجنه، هي مخها طق من شويه. شوف خلاص. انا مش مصدقه ان انا مسافره من غيرك يا بابي. انا مش فاهمه اصلا انا مسافره ليه ولا هربانه من ايه؟ بابي انا عملت ايه غلط؟ فهموني بس. حبيبتي حبيبتي نو بروبلم، خليكي جامده كده وحلوه وكل حاجه، يومين وهترجعي ان شاء الله. هايدي انا هخلص شويه حاجات عندي كده وهاجي وراك على لبنان. انا ما ينفعش اسيبك هناك لوحدك. لبنان دي مش هتنفع تكون اكتر من محطه اليوم او اليومين، لازم بعد كده تروحي اليونان او لندن، لان مفيش بيننا وبينهم اتفاقيه تسليم مطلوبين. هايدي الحمد لله انا لحقتك حبيبتي. خلي بالك على نفسك، ها وجمدي انت قدها. ها ماشي، باي باي يا بابا. باي يا روحي، باي باي. خليكي جدعه بقى. ها ماشي. اوكي ماشي، كلميني. حاضر، يلا باي باي يا نادر. خلي بالك من نفسك. باي. هايدي لا اله الا الله محمد رسول الله. باي. هايدي ابو طالب السيد السنهوري، موقفها ايه؟ تمام. انا اسف يا مدام، في قرار هناك بالسفر. لك يا هيبة وحشتني. ما قلنا هنا لا يا نوال، ما قلنا هنا لا. اكتبها لك على ام العربيه من بره، ما تجيش هنا يا نوال. الله، ما تبطل عبط ياض وانجز. انجز في ايه؟ بص، سلمة طلع على الخصوص يعين كام راس كده لواحد صاحبه تاجر وهيأخر، والبيت سيكوريا متدهولة في اللي هي فيه، يعني الدنيا أمان 24 قيراط، ولو طلعت عندي محدش هيشوفك. أنا هسبقك وتعالى ورايا. أجي وراكي فين؟ أنت اتعطلتي، أنت عايزة تفضحينا يا نوال؟ هي ناقصة شردة؟ لا شردة ولا مش شرداش، وأنا يعني مش هخاف على سمعتي؟ لا إله إلا الله، ما أنا بقولك الدنيا أمان، وانا كل شويه هكلم سلومه اشوفه فين. ده ما بيعملش مشوار البهايم ده غير فين وفين. والليله بقى لو عدت هيبقى خلاص موت يا حمار بقى على ما ينفع تاني. ده انا عامله لك جوزين حمام هتاكلهم من هنا، وتكسر الشقه على اللي فيها، ومخبيه ربع منقوع هينسوك اسمك. يلا بقى انا هسبقك، اوعى تعوق. الله يخرب بيت امك يا شطان. ضعيفه هيما، ضعيفه. يا اهل المنطقه الكرام، طلبت مني الاخت كوريا عبد العاطي ان اناشدكم عبر مكبرات صوت المسجد للبحث عن خالتها المسنه الحاجه سندس، ومن يجدها ان شاء الله له مكافاه مجزيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشكرين عم الشيخ ناصر، ربنا ما يحرمنا منك. المال مال الله، والبيت بيت الله، وما انا الا امين على هذه الامانه. الله يبارك لك يا مولانا، سلام عليكم. بقول لك يا اخت كوريا، وامر عم الشيخ. الامر لله تبارك وتعالى. انا كنت عايز اكلمك في موضوع بشان الاخ ابراهيم، بس انا شايف في الوقت غير مناسب. انا بقول ننتظر قليلا حتى تطمئني على خالتك ان شاء الله. ماله ابراهيم عم الشيخ؟ كل خير ان شاء الله، لا تقلقي. انا بقول ناجل هذا الكلام من الافضل. انا ليا بس رجاء صغير عندك. اتفضل. ان تطلبي من الاخ ابراهيم
أن يحضر إلى المسجد من وقت إلى آخر حتى يبارك الله لكما. دعي له ودعي لي يا مولانا. أنت فكرك دخلة الجامع دي سهلة ولا أي حد يخشها؟ دي عاوزة قلب، وإحنا بنتشعلق في رحمة ربنا من بعيد لبعيد. دعيلنا أنت بس. صدور قرار المنع من السفر بالسرعة دي معناه أن بكرة الصبح هيطلع قرار الضبط والإحضار. يعني إيه؟ أنا مش فاهمة ولا كلمة من اللي أنت بتقوله ده. أنا آسف يا هايدي، ده معناه أن بكرة الصبح المفروض أنك تكوني محبوسة. ليه؟ على إيه كل ده وأنا عملت إيه؟ إحنا عارفين أن أنت ما عملتيش حاجة، لكن قدام القانون أنت اشتركتي مع مروان في الاحتيال على البنك ونصبته عليه في 50 مليون دولار، وحولته الفلوس برا مصر بطريقة غير شرعية. ده غير ان الاصول اللي انت مقدماها للبنك ما تسويش حتى نص المبلغ. كارثه كارثه الحكايه دي. طب والحل ايه يا دكتور نادر؟ الحل ان هايدي كانت لازم تخرج بره مصر باسرع من كده بكتير، 5 دقايق كان هيفرقوا. دلوقتي بقى ما فيش قدامنا غير انها تهرب جوه مصر، نقعدها في مكان البوليس ما يوصلهاش فيه، وفي نفس الوقت انا هشتغل على القضيه واتابعها بنفسي وحاول اوصل لاسرع حل ممكن قبل ما حد يوصل لها. تيجي تقعد عندي في البيت مع ماما. نو واي يا طارق، انت قربها يعني ممكن يفكروا انها تكون عندك. لا 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 لا، الصح انها تيجي تقعد عندي انا. وبعدين اصلا جوزي طول الوقت بره البيت وبيسافر كتير، ولو هنا ما بيجيش غير على النوم. برضو مش هينفع يا دينا، اكيد هيدوروا عندك. الفيلا اللي انا كنت هتجوز فيها انا و في التجمع الخامس، ولسه باسم رجاء اختي، واكيد محدش هيفكر فيها. انا يا جماعه مش عايزه اعمل لحد فيكم مشاكل، وبعدين مش عايزه اكمل باقي عمري هربانه. انا مش مجرمه ولا عامله عشان اهرب. انا خلاص قررت، انا هروح وهسلم نفسي واحكي لهم على كل حاجه. هم اكيد لما هيسمعوني وهيشوفوا ان انا ست محترمه وبريئه مش هيحبسوني ظلم. هايدي يا حبيبتي انت طيبه قوي، وبعدين انت في مصر لازم تعرفي ان ياما في الحبس مظاليم، وأنا لا يمكن أسمح لبنتي أنها تدخل الحبس ساعة واحدة أو أني ألجأ لأي حد غريب عشان ينقذك من المشكلة دي. فيش غيري أنا، أنا بابي اللي عارف مصلحتك. أنا حوديك جاردن سيتي، شقة واحدة ست شيك كلاس، حفهمها أنك أنت متخانقة مع جوزك ومستنية في مكان ما حدش يعرف يوصلك ليه إلا لما تصطلحوا كده. أبقى مطمن عليك إن مفيش حد هيقدر يوصل لك. أبو طالب بيه، شرف عظيم لينا إن أنت حضرتك تشرفنا. شرف لينا يا هانم. هايدي بنتي هترتاحي معاها قوي ذرية هانم. أهلا وسهلا، اتفضل. عيد ميلاد. عيد ميلاد مين؟ عيد ميلاد امها. اهلا وسهلا، اتفضلي. دي اوضتك يا هايدي هانم. لو احتجتي لاي حاجه بس كلمي دوريه هانم، تبعت لك الشغاله طلباتي كلها يا حبيبتي موجعه. وبعدين عايزك تبقى مطمنه، انا همر عليكي من حين لاخر واطمن عليكي. اوكي؟ ليك حلوه بقى كده. بس ما تفتحيش لأي حد علشان ما حدش يزعجك. عايزة حاجة مني يا روحي؟ يروحوا فاصل بقى. يلا بقى عشان تطفي الشمع لأمك.
كوري دي كوري يا نهار اسود وقايل. ومالك اخويا عامل زي الفار كده اللي وقع في الخايه؟ الله، وهي شايفاك ما تردش عليه. لا اصلها بتقفش لما ما بردش. قفشت فيها عقربه، ده قله المزاج دي. ها شغل الزفت ده. ماشي. سوك سوك.